ليكي زاري، خدي نص معلقة بالضبط وحطيها بالشاي لحتى تدوب منيح، سهلة وبسيطة. انتبهي اوعك تزيدي العيار. جبت لي اللي قلت لك عليه؟ تعذبت كتير لحتى جبته على فكرة. شو هاد؟ أسيد. لك لشو الأسيد؟ انت وحدة مجنونة، أعطيني لشوف. أنا آسفة بس ما فيني. لك زارين هيك بتحطي حالك بورطة كبيرة، هذا الدواء اللي معنا بكفي، هيك بتنكشفي يا هبلة، هاتي من إيدك. ما في داعي تحاولي بنتي، هيك بسرعة بتنكشفي، هاتي من إيدك جنيتي. بدي انتقم ورح خليها تندم، إذا ما شفتها عم تتعذب قدام عيوني وقتها أكيد رح جن. أنا بكرهها كتير عم تفهمي، وبدي إياها تموت مقهورة. ليش أنا هلأ عم عاني وهي عايشة حياتها مبسوطة؟ بدي إياها تموت. أنا بدي انتقم منها وما حدا رح يقدر يمنعني. لك يا غبي أنا بورجيها جنت لتجيب لها أسيد. زارين استني، هي يلي طلبت مني جيب لها، يا روحي خانية لها، أنا شو دخلني؟ شو عم بتفكر هالبنت يا ترى؟ زارين مجنونة ممكن تورط حالها بمشكلة، أنا لازم خلي كاشي ياخد الأسيد منها. والله نحن مو ناقصنا مصايب أكتر. كاشي كاشي تعال. ايه فهمت عليك، دق لك بعدين. ايه أمي. بسرعة روح خد الأسيد من أختك قبل ما تصير مصيبة. معقولة أنتي أمي؟ تعرفي أنا قديش تعذبت لحتى جبت لها الأسيد؟ بعدين شو صار لك؟ هلأ حن قلبك يعني؟ لك بس مو أسيد، روح خده من أختك. لك والله أنت وبنتك بتحيروا للواحد، لأ مو عاجبكن شي. لك شو أنت غبي؟ تخطيتوا حدودكن، بتجيب لها أسيد لكان؟ لك روح ليش لساتك واقف؟ خلص أمي سامحيني، أصلاً شو ما عملتلكن ما رح يعجبكن أنت وبنتك. إيه أنت طول عمرك واحد غبي، رح نوقع بمصيبة كبيرة وكله من وراء عمايلك أنت. روح بسرعة وجيب الأسيد. بكل الأحوال أنت حسابك معي بعدين يا غبي. يا الله زارين شكلها جنت على الآخر. يا رب كاشي لحق قبل ما تعمل لها شي مصيبة كبيرة.